جويني اول ما طلع في الاسبيرانس لا في 18 تذكروش كان يعمل سي سليم احكي لنا كيفاش قابلته في ريستوران وما عرفتوش وشنو صار بيناتكم تي بيان اونسيني انا مشيت المكتب نتاعي مش بعيد على ريستوران تاع حمدي القسراوي مشيت انا نفطر غاديك هزيت راسي نلقى حد جاي يسلم عليا ومشى سلم عليا ما خيش الوقت باش تثبت فيه يا اخي اللي معايا قال لي عقلته هذاك قلت له قال لي راه هذاك جويني عاد له وش خا تعمل قلت له في حياتك انت سامع عليك كلام مش باهي تاني با سيريو ودلو قلت المفروض راك تلعب في اوروبا بالكاليتي اللي عندك اكبس روحك ماذا بيه مع اشوفك في الريستورانات في الامان بسلام لاني نؤمن بالوليد هذا نؤمن ما عنده حتى شيء ناقصه ريال مام كلمته حتى كنت في دبي كلمته زاد هي ساعه على ساعه انا لا غالب فيه ما غالب به الجوي مش كان هو خصيصا هيكم معناها يصعب بالماتش ان يلزمني نكلم حد ناس تليفون ما يعرفونيش راهو هذوما ما لعبوش معايا راهو نعرف بروحي يقولوا راهو معاك فلان عايش ولدي راك عندك كاليتي وما تخافش ماتش دي بلاسمون سي تون برومي ماتش او كونترير راك حاضر وراك سيدهم وراك تنجم وراك رجال هكاك بون سي سي شكون مثلا من اللي كلمتهم ما نحبوا نحرجوا حد لكن كلمت الكارديان تاعنا معز معز نذكر مره وقت اللي خرجت انا كنت في منطقه نائيه في العالم وتضرب تيزي وباش يلعب الكسراوي مع الكسراوي ولدي انا جلي ريكروتي عمره 14 جبتو الاسبيرانس وجبتو مع امه ومولد متربي وهايل وكذا كلمته باش تعمل قلت له شو نقرا في الجرايد قالوا لو رومبلاسون باش يلعب انت تيتولير قبل تيزي قلت له كان انا قعدت زي ما يلعبش معك انت نفختو في صورته كذا عدا ماتش كبير تي كونتون دونك جست نرجع للجويني ما تراش اللي مش باش ندافع عليه لكن ما تراش اللي في فترات مهمة من كارير وقت اللي هو يبدا سورين كورب اسوندونت تجيه ديما ضربة اللي توقفه شوف ثم حكاية لي بليسيور ثم حكاية لو شوا معناها شوا دو كارير جي جويني كونتيستي با لو بوبليك والبوبليك نتاعنا ما يرحمش شفتوا قداش يهز الجمعية راهو كي يلطخ ملاعب يلطخوا الله غالب هكا جمهور صعيب جمهور جمهورنا صعيب جمهورنا يفهم الكوره جمهورنا ذواق وجمهورنا حساس في نفس الوقت اكزيجون برشا جويني يقعد على البنك ثلاث جمعات بعد مباراه سيئه وضرب الكوره على البار وفيلي فارغه تعديت كره تحت ساقه ولا ما عادش تشوف قعد على البنك سيبيا بعد نهبطوه 0-0 ان ديبلاسمون مع المرسى مباراه نتاع بطوله ولا احنا خاسرين 0 جيب بينالتي يقول المباراة شوت عليه كل حد ينجم يشوت البينالتي لا جويني ينجم يكون هو خذا الانيسياتيف ما نخليهش انا جوجير عليه ما يشوتش ماهوش اون كونفيونس ماهوش اون كونفيونس ماكش باش تاخذ ثقة بينالتي دون زان مومون كروسيال انا نهبطك ونعطيك بينالتي كي نبدا رابح 3-0 كي تبدا ماركي انت دو بوت كي تماركي دو بوت نخرجك 80 مينوت نعمل لك ستاند ايكوفيشن من عند البوبليك سي كوم سا كون رومي ان جوار اون سيل ما جيش نسيبه يمشي يتصرف ياخذ بينالتي والبيبليك يسب وكذا على كل انا ما زلت مؤمن وان شاء الله يسمع فيا جويني ما زلت مؤمن اللي قادر باش يعطي للترجي وقادر باش يسترجع ثقه الجمهور تعتبره افضل من الخنيسي ما نقارنش سي با لو ميم بروفيل جوار دو سيرفاس جويني بوتيتر ان جوار دابوي يربح لك لي دويال بالراس والخنيسي بو معناها كيما في وقت ما لعبنا مالوريزمون اسبيرانس ما عادش تلعب افيك دو اتاكون احنا كنا ديما نخدموا اون تانديم ديما في ان مارياج ريوسي زياد لمساني زيكو زياد يخدم زيكو لعب 13 ماتش في الرتور ماركا 13 بوت باش ماركاهم الكره الطاش يربحهم زياد بالراس يربح الدويال نتاعو يجي يحط الكره في العالم الكل ما عادش دو اتاكون علاش سي ان شوا سي ان شوا انا جو بيرسيست ا كروار كو لاسبيرانس عندها ان سيستيم دو جو مخلوق الحاجه اسمها الترجي اللي هو 4-4-2 اون لوزونج افيك ان دومي معناها دو ريكوبيراسيون دو دومي دو كولوار ان ريجيسور اي دو اتاكون لسبيرونس تون ايكيب داتاك تو ماركي دي بوت اليوم كي تمركي معناها السيستيم دو كونتاج دو بوان 3-1-0 كي تعمل
اون فيكتوار تاخذ 3 بوان، تعمل نول تاخذ 1 0 ديفيت، تاخذ ديفيت تاخذ حتى شيء. انا جو بريفير فير اون فيكتوار اون ديفيت كو دو ماتش نول.